السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم باشمهندس زكي، تخصص كهرباء. في الكورس ده هنتكلم على ال basic of logic gates أو logic circuit، وهنتكلم على المواضيع دي: introduction, number system codes, logic gates, integrated circuits, boolean algebra, simplification, Kirchhoff maps, analysis of digital circuits, design of digital circuits. مقدمة: الإشارة هي analog أو digital. الانالوج زي الساين ويف، والديجيتال بيبقى صورة مربعة بهذا الشكل، ديجيتال مالتي ليفل. وطبعا عايزين نفهم ان الديجيتال هي الإشارة اللي بتخش على الكمبيوتر، اللي بيتعامل مع الكمبيوتر بيتعامل مع إشارة هي 0 1. اوكي، ومادة بتاعتنا كلها هي تخص حاسبات، يعني قسم حاسبات أو اتصالات، دي أساسيات اللوجيك. فالكمبيوتر بيتعامل مع الباينري سيجنالز اللي هي 0 أو 1. ايه ميزة الديجيتال سيستمز؟ ميزتها ان هي ما بتأثرش بالضوضاء، يعني لو عندك اشارة انالوج ماشية في الفراغ بتتأثر بالضوضاء. مثلا ابسط شيء على هذا مثلا المكالمة، تيجي تتصل بحد ممكن تسمعش صوته كويس، ممكن الصوت يقطع، كل دي ضوضاء وشبكات. فبنحتاج ان شبكات تقوية، يعني عشان ريبيتر بقى، يعني كل الاشارة تعدي عليها تقوى ترجع تاني تسمعها كويس، تمام. فطبعا الديجيتال سيستم بتأثر بحاجة قليلة جدا من الضوضاء، smaller effect of temperature variation و allows compression and encryption. دي كانت مقدمة، فنبدأ شرح بإذن الله. أول حاجة هنبتدأها هي الديسيمال سيستم. كله بسيط، يعني الديسيمال سيستم هو عبارة عن إيه؟ أول حاجة ديسيمال، كده ده أول درس معانا النهاردة، ديسيمال اوكي سيستم اللي هو النظام العشري. اول حاجة ناخدها فيه الديجيتس بتاعته، الديجيتس اللي بيتعامل بيها من 0 لحد 9، 0 1 و 2 و 3 و 4 و 5 and 6 7 8 and 9. طبعا الحاسب بيتعامل من هو بيبدأ بالزيرو، دايما دايما بيبدأ من الزيرو. اوكي، فده اول حاجه الديجيتس بتاعته، البيز دي رقم 2، البيز بيز اوكي اللي هو الاساس بتاعته اللي بيتعامل معاه هو بيز 10. الويتس بتاعت البيز دي هي عباره عن الويتس، القيمه يعني هي باور اوف 10، وهنعرف ازاي هو باور اوف 10. اوكي، باور اوف 10 يعني مثلا 10 اس 0، 10 اس 1، 10 أس 2. فالأساس بنسميه البيز، البيز اللي هو ايه؟ الرقم ده اللي هو رقم 10، والزيرو ده هو الباور، زيرو لغاية، من زيرو لغاية 9 يعتبر 10 خطوات، يعني زيرو 3، 10 أس 3، 4، لغاية لما يوصل 10 أس 9 مثلا، say اوكي. decimal points اوكي، فالديسيمال احنا معرفون يعني هو من زيرو لتسعة. اوكي، من 0 ل 9. طيب الديسيمال بوينت، ايه هي الديسيمال بوينت؟ اللي هي العلامة العشرية. العلامة العشرية هي عبارة عن بوينت. اوكي، هناخد رقم مثلا ونعمل له تشيك بالديسيمال بوينت دي، مثلا سي اد دي بنسميها ديسيمال. اوكي، ديسيمال بوينت. اوكي، decimal point. طيب بنشتغل ازاي؟ احنا مثلا عندنا رقم، انا عايز اتأكد من قيمة الرقم ده، عايز اعمل عليه تشيك ان هو يعني اطبق عليه قواعد النظام العشري واشوف هيطلع فعلا، هل نفس الرقم ده هيطلع هو نفس الرقم ولا لا. طبعا مبين ان الرقم اساسا عشري، فانت عملت عليه تشيك في النظام العشري هيطلع هو نفس الرقم 10، يعني هو هيطلع نفس الرقم. طب انا اتاكد ازاي؟ هي شبيهه بالاحاد والعشرات والمئات في الرياضه، يعني نوعا ما نشبهها بكده يعني. فبناخد الخانه الاولانيه بنسميها 10 اللي هو الاساس، اساس بتاعنا مش قلنا بيز 10، يبقى الاساس 10. بس اول خانه تحطها ايه؟ باور 0، 10 باور 0. بعد كده بنمشي كده نزود الباور. اوكي، فتبقى يعني ممكن نقول بلس 1
to the power. فعشرة تبقى هي كانت زيرو، عشرة أس زيرو تبقى عشرة أس وان، عشرة أس اتنين. ولو في رقم تالي هنا يبقى عشرة أس تلاتة، لو في رقم تاني عشرة أس أربعة، وهكذا. أوكي، حطينا الوزن بتاعنا weights. بعد كده نعمل ايه؟ ده بتاع على الشمال، اللي على اليمين، اللي على اليمين البوينت هو بالسالب. اوكي، يعني الواحد دي تعتبر عشرة أس سالب واحد، والخمسة دي تعتبر عشرة أس سالب اتنين. ده كده بنسميه الويتس، بنسميه الويتس. اوكي، طيب انا دلوقتي حطيت الاوزان بتاعت كل رقم ووزنه بتاعه موجود فين. ولو لاحظت، لو لاحظت ان دخلت الاحاد، ادي العشرات، ادي المئات، صح كده؟ مش بنقول 525، فخانة الاحاد هي 5، خانة العشرات هي 2، خانة الايه المئات هي اللي هي رقم 5 يعني، تمام. والديسيمال بوينتس برضو بنفس الكلام، فده عشان نظام عشر معروف. طيب انا، هل كده الحل؟ لا، ده مش كل الحل. طب نجمع الارقام دي ولا ده كده؟ ده الاوزان، ده اسمه وزن الرقم، يعني لو جمعناهم مش هديك رقم كتوتال، او مش هديك رقم الصحيح اللي هو 525 و15. طب نعمل ايه؟ نضرب كل رقم في وزنه، نضرب كل رقم في وزنه. يعني ايه؟ مش احنا قلنا الوزن هو 10 أس باور كذا، ده كده سمينا الوزن. طيب 2 5، اوكي، وجينا عند الخمسة دي قلنا 10 أس زيرو، يبقى نضرب الرقم بتاعنا اللي هو 5 في الوزن بتاعه، يبقى 5 5 في 10 أس زيرو. وبعدين نعمل كل العملية دي لكل رقم ونجمع، يعني أول عملية 5 في 10 أس زيرو زائد 2 في 10 أس 1 زائد الخمسة اللي بعد كده في تحتها الوزن بتاعها كام؟ 10 أس 2، يبقى 5 في 10 أس 2. طب ده أي الأرقام دي؟ بعد كده نحط البوينت بتاعتنا اهي، ديسيمال بوينت، ونيجي نجمع ايه الرقم اللي بعد كده؟ 1، يبقى 1 الوزن بتاعه كام؟ 10 أس سالب 1، يبقى 1 في 10 أس سالب 1. جميل جدا. الرقم اللي بعده كام؟ 5، 5 الوزن بتاعه كام؟ 10 أس سالب 2. احنا اتفقنا ان احنا اليمين العلامة بننقص واحد من الباور، يعني 10 سالب 1 ناقص 1 يبقى سالب 2، ناقص 1 يبقى سالب 3. اوكي، اما شمال العلامة بنزود 1، 10 0، 10 1، 10 2، تمام. اوكي، يبقى الرقم الاولاني خلاص. الرقم التاني هو 5 الوزن بتاعه 10 أس سالب 2، يبقى زائد 5 في 10 أس سالب 2. كده انت حطيت كل رقم او كل ديجيت ضربته في الوزن بتاعه بالطريقة دي. لو انت جمعت الارقام دي كلها، دي مع دي مع دي مع دي، عملية الجمع دي خالص، هيطلع لك الرقم في النهاية هو عبارة عن 525.15. بتجمع عادي يعني، مفيش مشكلة. 5 دي 5 في 1 زائد 20 زائد 5 في 100 500 زائد 1 من 10 زائد 5 من 100، اجمعهم هيطلع لك 525.15. اوكي، وده كده هو الديسيمال سيستم. طيب انا حابب ناخد مثال كمان عشان نفهم بيه ازاي نتأكد من الرقم ده والوزن بتاعه في الديسيمال سيستم. طبعا الديسيمال سيستم هو يعني معروف النظام ده، يعني سي مثلا انا عايز
اي رقم زي مثلا 1 2 3، عايز اعمل appoint مثلا 1 and 2، عايز اعمل تشيك الرقم ده اوكي in decimal system فنعمل ايه؟ اتفقنا ان الرقم ده هو ديجيت، نحط الوزن بتاعه الاول. الوزن بتاع الخانة دي هو 10 أس 0، الوزن بتاع الخانة دي 10 أس 1. يمين العلامة شمال العلامة بتزود 1 للباور، يمين العلامة بنقص 1 من الباور. اوكي يبقى 10 أس 2. البوينت ايه بعد كده؟ الوزن بتاع اليمين العلامة 10 أس سالب 1، الوزن اللي بعده 10 أس سالب 2. تمام كده، جميل جدا. طيب بعد كده حاطين الويتس دي، اسمها الويتس، الويتس بتاعتنا. طيب بعد الويتس ناخد كل رقم نضربه في وزنه اوكي، multiply each digit by its weight. فنعمل ايه الاتي؟ يبقى ناخد اول رقم 3 ونجمع في 10 أس 0 زائد 2 في 10 أس 1 زائد 1 في 10 أس 2 زائد 1 في 10 أس سالب 1 زائد 2 سالب 2. تمام، ونجمع الأرقام دي كلها مع بعض هيطلع 123.12 اوكي. وده يبقى في النظام العشري، بنحط كده قوسين ونقول ان ده في النظام العشري بيساوي نفس القيمة دي. تمام، فاللي احنا عملناه كل ديجيت ضربناه في الوزن بتاعه. اول حاجة عملنا الوزن، يبقى اول خطوة ممكن نكتبها put the weight اوكي under the digit، دي اول حاجة عملناها ان احنا نحط الويت under the digit اوكي. first plus 1 before اوكي the decimal point اوكي minus 1 after the decimal point okay from the power. بعد كده خطوة التالتة multiply each digit by its weight اوكي ويت. بعد كده sum all digits او sum المالتيبليكشن sum of that اوكي multiplication اوكي. ده اللي احنا عملناه في الخطوات دي. فأرجو ان يكون هذا شرح وافي للديسيمال سيستم. لو في اي سؤال او مسألة حابب تستفسر عنها في الديسيمال سيستم، وبرجاء انك تضعها تحت الفيديو، وفي اقرب وقت سوف ارد على حضرتك. شكرا لكم، وانتظركم في فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.